المسألة مش انك تعمل بطل وتعمل كويس، المسألة انك تلتصق بالحياة ولا تلتصق بالموت. اختار الحياة لكي تحيا. ازاي اعمل ايه؟ اذ تحب الرب اله وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياة. هو الحياة، التصق بيه. تلتصق بالحياة. التصق بيه ازاي؟ تحبه وتسمع صوته. بقول ابني ما سمعش كلامي. ما سمعش كلامي مش يعني لما قلت له ودنه طبلة ودنه ما اشتغلتش. ما سمعش كلامي يعني لم يطيع. يا احبائي، قد اعطي لكم بسعه الدخول الى ملكوت ربنا يسوع المسيح. هو الحياه. قال انا هو الطريق والحق والحياه، ومنه تفيض الحياه. اختار الحياه، اسمع صوته، طيع وصيته، حبه من كل قلبك، ارفض المحبات الغريبة، التصق به لأنه هو حياتك. جدد اختياراتك من جوه بطريقة عميقة وحقيقية. يعني تختار انك تفرغ قلبك من الاختيارات العكسية. يعني تختار انك تخرج من كيانك ومن قراراتك ومن تصرفاتك ومن محبتك المحبة العكسية الغريبة، قرارات الخاطئة، التصرفات اللي خارج الوصية. فرغ، اختار انك تفرغ من الشر، من الخطية، ان يدخل هو اليك، ان يسكن هو فيك، ان يملأك، انك تعمل معاه وحدة وعلاقة شخصية، محبة شخصية. روح الله القدوس، قوة مجد ابن الله يسوع المسيح ربنا، انقلها إلينا الآن. املأنا من مجده، فيض فينا بالقوة، بالقوة الغالبة، بقوة الحياة، بقوة الغفران. فيض فينا بقوة خلاصك، بنعمة غفرانك. خلصنا لمجدك من قيود الشرير، من كل محبة خاطئة. اخضعنا لسلطانك يا ابن الله.